إثارة كبيرة في هذه الأيام. تستمر الأنباء في الخروج من كاتالونيا بعد دقائق من تأكيدات الصحف الإسبانية بأن ليونيل ميسي قد طلب بصورة رسمية الخروج من برشلونة هذا الصيف. وبحسب المعلن من النادي فإن ميسي يمتلك شرطا جزائيا تبلغ قيمته 700 مليون يورو، لكن ثمة أنباء تتحدث عن هذا الشرط لن يفعل وسيرحل اللاعب مجانا. التقارير الجديدة تقول أن معركة قانونية ستنشب بين ميسي وإدارة برشلونة، وهذا بسبب الشرط الجزائي، حيث سيلجأ النادي للمحكمة لتأكيده ومنع انتقاله بأقل من القيمة الموجودة فيها. صدمة كبيرة صاحبت أنباء رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، فلا يمكن تخيل النادي الكتالوني بدون البرغوث، ولا يمكن تخيل الأرجنتيني بقميص آخر غير قميص العملاق الكتالوني. الحديث الآن بات كله عن خطوات ميسي القادمة وكيف سيعيش برشلونة بعد نهاية حقبة ليو مبكرا، وهذا عن الأوان المتوقع. مع هجوم ضار غير متوقع على إدارة البلوغرانا لتسببها في الرحيل السريع لأسطورة كامب ناو. من جهة أخرى، نادي مانشستر سيتي يراقب الأوضاع في برشلونة ويريد الحصول على خدمات ليونيل ميسي. كما كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة. جاء هذا بحسب ما ذكرته شبكة ESPN، والتي أكدت أن مصادر من داخل مانشستر سيتي ذكرت أن الإدارة ترى ضم ميسي كخطوة هامة للغاية في مشروعهم القادم. وبحسب ما ذكر المصدر للشبكة فإن النادي يتحضر على الجانب المادي، وهذا من أجل التحرك فورا لضمه حال أن أعلن رغبته في الرحيل عن برشلونة وأصبح متاحا في سوق الانتقالات.